حسين بن حيدر أزار السلام. أي حسين بن حيدر أزار السلام. صبرت على عذابك فكيف لا أصبر على فراقك؟ وهب لي يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف لا أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ فكيف لا أشكو في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخا مستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولو ناجيتك إن أغلقت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العالمين يا غياة المشتركين يا حبيب قلوب الصادقين ويا كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه قليلا ما عدا عليك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشكر لما عاملت به الموحدين بذلك واحسانك فباليقين اطلع لولا ما حكمت به من تعظيم جاهلي وقضيت به من اخلاق معاندي لجعلت النار كلها فردا وسلاما وما كان لاحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست اسماءه اقسمت ان تملاها من الكافرين من الجنه والناس اجمعين وان تخلد فيها المعاندين وان تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتفولت بالانعام متكرما افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون الهي وسيدي فاسالك بالقدره التي قدرتها وبالقضيه التي حكمتها وحكمتها وغلبت عليه اجريها ان تهبني في هذه الليله في هذه الساعة كل جهد عملته وكل جهد عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يقولون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت انت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك اخفيت وبفضلك سترت وان توفر حظي من كل خير انزلت او احسان فضلت او بر نشرت او رزق نصرت او احسان تفضل او بر تنشر او رزق تبسط او ذنب تغفر او خطا تسلم يا ربي يا ربي يا ربي
يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي مولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بأمري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأغراضي كلها وردة واحدة وحالي في خدمتك سردا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا رب في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في بياني للسابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادنا بسوء فأعر ومن كادنا فكف اللهم ومن أرادنا بسوء فأعر ومن كادنا فكف اللهم ومن أرادني بسوء فأعر ومن كادني فكف واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربي منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجهده بجهودك وأقلب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عصمتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء
شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء السلام عليك يا أحمد،
السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين والسابق إلى طاعة رب العالمين والمهيمن على رسله والخاتم لأنبيائه والشاهد على خلقه والشفيع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف المحمد بسائر الأشراف الكريم عند الرب والمكلم من وراء الحجب الفائز بالسباق والفائز عن اللقاء السلام معترف بالتقصير في قيامه بواجب غير منكر من دعا اليه من فضله موقن بالمزيدات من ربك مؤمن بالكتاب المنجلي عليه محلل حلالا محرم حراما أشهد يا رسول الله مع كل شاهد وأتحملها عن كل جاحد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وصدعت بأمرك واحتملت الأذى ودعوت إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة الجميلة وأديت الحق الذي كان عليك وأنك فخرجت للمؤمنين وغفرت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلحقك لاحق ولا يخونك فارق ولا يسبقك سابق ولا يقطع في ذلك رامع الحمد لله Thank you.
عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا والد عبد الله. السلام عليك يا والد روح النبي الله. السلام عليك يا محمد المصطفى. السلام عليك يا علي المرتضى. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. السلام عليك يا خديجة الكبرى. السلام عليك يا أثر الله ابن ثالث والمكر المذكور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. ولعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك ورضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت لوما في الأصحاب الشامخة والأرحام المغفرة لم تنجسك الجاهلية من أنجاسها ولم تلبسك من متهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضيع الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة لمولده كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيامكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي بقلبكم سلم وأمري بأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى غائبكم وعلى غائبكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. توجهت إلى حرمك أسأل الله بالشأن الذي لك عندك وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك. السلام عليك يا أبا عبد الله
السلام عليك يا عبد الله وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى ولديك العليين الشهيدين وعلى المستشهدين بين يديك جميعا ورحمة الله وبركاته ولا أجعله الله آخر العهد منا لزيارتك السلام مسبوقة للصلاة على محمد وآله.